The gluteus medius muscle pulls on the greater trochanter at 68 degree from horizontal with a magnitude of 480 نيوتن. ودي 68 درجة اللي هي الزاوية دي كبيرة. The gluteus minimus pulls on the greater trochanter at 39 degree from horizontal with a magnitude of 195 نيوتن. الصغير ده زاويته 39 درجة اللي هي الزاوية الصغيرة دي. الكبيرة دي 68 مع الجلوتس ميدياس ماسل. بيقول if the muscles act together يعني القوتين مع بعض what is the magnitude and direction of the resultant force يعني عايز ال Rx كام وال Ry كام وبعدين يجيب الماجنتيود اللي هي الجذر التربيعي Rx تربيع مع Ry تربيع وبعدين يجيب الثيتا. ال Rx عندي 480 في الاتجاه السالب وانا عارف الزاوية مع محور الاكس يبقى كوساين 68 وكمان 195 برضو سالب وزاويته معروفة مع محور الاكس يساوي بالنسبة للواي لفوق 400 ساين لان مش عارف الزاوية مع محور الواي وكمان 195 برضو ساين 39 الأولاني 480 كوساين 68 مع 195 كوساين 39 يديني ماينس 331 نيوتن 480 ساين مع 195 ساين اداني 5.68 نيوتن يبقى عندي ماينس 331 في اتجاه السالب والفوق 5.86 اربع ده واربع 331 واخد الجذر التربيع للانصر يديني الماجنتيوت اللي هو 6.57 نيوتن. بالنسبة للزاوية عندنا سالب 331 مع 568 وآدي المحصلة اهي يبقى ده ال Rx ال Ry وآدي ال R اللي جبناه نجيب الزاوية دي ثيتا اللي هي مع محور ال X في الاتجاه السالب اللي هو شيفت تان ال Y على الاكس بدون اشارات ناخد ابسولوت شيفت تان فالزاويه دي تقريبا 60 درجه او 59.8 درجه مع محور الاكس نقول with negative x axis يبقى مع الاتجاه السالب لمحور الاكس الزاويه اهي وادي الماجنتيود